شوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الرابع عشر من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقد. في المرحلة الثانية كل نقطة ب5000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 8,435,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو تألقوا في أول مباراة، أعلى نتيجة في دور الـ 32 خطوة لدور الثمانية من طنطا محافظة غربية. نروح كلها مدرسة الرفع الرسمية للغات. مدرسة الرفع الرسمية للغات تأسست عام 2015 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. تخدم المدرسة 4 مراحل تعليمية، بداية بمرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. حصلت المدرسة على المركز الأول على مستوى المحافظة بمسابقة مدارس مصر 2020 برعاية مؤسسة التعليم أولاً. فازت المدرسة بجائزة المدارس الدولية للعام الدراسي 2017-2018، كما حصل بعض طلاب المدرسة على براءات اختراع علمية في مسابقة الأيسف. هيمثل مدرسة الرفع الرسمية للغات في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم ياسمين مازن. هيجي معتمد عليا النهاردة في فقرة تحت الضغط، وأنا اتدربت عليها كويس جدا وإن شاء الله هجيب أكبر عدد من النقاط في الماتش ده. كرولوس فيكتور. بشكر ربنا إن أنا كنت أفضل لاعب في الماتش اللي فات، أتمنى إني أحافظ على نفس المستوى وأساعد فريق النهاردة في إن إحنا نوصل لدور الثمانية. آية النحال. مبسوطة جدا بفوزنا المرة اللي فاتت، وإن شاء الله نقدر نحقق الفوز ده النهاردة ونوصل لكأس العباقرة. يحيى هشام. استعدينا كويس لماتش النهاردة واكتسبنا خبرة وثقة من أجواء الماتش اللي فات، وإن شاء الله نقدر نحقق الفوز النهاردة ونتأهل لدور الثمانية. الرفع الرسمية الحمد لله على السلامة. سلام. 240 نقطة الماتش اللي فات تألقتوا. الحمد لله. احتفلتوا ولا لأ؟ لا. ما احتفلتوش؟ ليه بقى؟ ان شاء الله الاحتفال لما نعمل انجاز كويس. ان شاء الله عايز انجاز كويس فتحتفل. تمام. افضل لاعب الماتش اللي فات كرولوس فيكتور ب 140 نقطة، نحييه كلنا. كالعادة اداء استثنائي، ربنا يخليك يا مستر اسلام. وانت رفعت البار تو هاي، يعني بقت توقعاتنا ليك دايما عمالة تكبر تكبر. يا رب أكون أداها إن شاء الله. أداها أداها طبعا. آية نحال أول مشاركة، آية مرعوبة. آية قفلت إيديها وصوتها مش طالع. آية ازيك يا آية؟ الحمد لله. مرة هتخش طب عسكري ازاي؟ طب عسكري مرة واحدة؟ اشمعنى عسكري؟ عشان في انضباط أكتر وفي نظام، وفي نفس الوقت يعني هبقى دكتورة برضه. بس عجبني موضوع ان انت بتتكلمي في الانضباط وفي نفس الوقت فنانة، يعني رسامة ومركز تاني على المحافظة، يعني مش سهلة دي. كسبتي المركز التاني على ايه؟ هي كانت رسمة لسباق 2020، هي كانت عنوانها كده. ايه اللي حصل الفترة اللي فاتت علشان مستواكي يأهلك ان انت تشاركي؟ يعني رجعت على الحاجات اللي احنا اخدناها يعني في الصيف، وزودت شويه على معلوماتي برضو. يعني في اختبارات اول باول لكرولوس؟ هو يعني بنحاول نوزع كل يعني علشان الكل ياخد فرصته. طب وايه مسؤول عن ايه؟ ايه مسؤول عن المعلومات العامه وجغرافيا. المعلومات العامه اصعب حاجه في الدنيا، مش عارفه ليه.
عشان هي كل حاجة في الدنيا. أي معلومة في الدنيا هي معلومات عامة، ممكن يبقى في أي مكان في أي بلد عن أي موضوع، ملوش ملكة. كان الله في عونك ياسمين. أنا كويس الحمد لله. إحساسك إيه؟ فرحانة طبعا اللي احنا جينا تاني، وده كان حلم ليا والحمد لله حقق. واحتفلتي بعد ماتش اللي فات؟ كرولوس مش عايز يحتفل. احتفلش. لا تداني انت كمان، هو منع الاحتفالات ولا ايه؟ لا بجد والله، يعني كل واحد بيحتفل على طريقته عادي، بس هو ايه مش احتفال بس مش احتفال جامد، يعني شويه تركيز يعني. بس عشان مزيد من التركيز بالظبط، عشان الماتش اللي بعديه اكيد هيبقى اصعب، فيبقى فيه تركيز اكتر. ماتش النهارده مش سهل. يحيى هشام، ازيك يا يحيى؟ ازي حضرتك يا مستر؟ كنت متوقع الاداء ده الماتش اللي فات؟ هو احنا الصراحه بذلنا مجهود كبير من الموسم، من ساعه ما خرجنا من الموسم ال 12، وكنا دايما بنشتغل مع نفسنا، كنا دايما بنتجمع في الصيف او سواء في الدراسه او في الصيف، فاكيد كنا متوقعين يعني ان شاء الله احنا كان عينينا وحلمنا على الكاس ان شاء الله، وكانت تحقيق الفوز الاول ده كان اول سلم من خطوات على الكاس مره واحده ان شاء الله. واضحه وصريحه، ربنا يوفقكم. مدرسة الرفع الرسمية بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا مدرسة الرفع الرسمية الغربية. أما المدرسة الثانية واللي مشرفانا في الاستوديو، هم كمان تألقوا في أول مباراة، 215 نقطة إجابات صحيحة. حلمهم يكسبوا النهاردة ويكملوا المشوار. من مصر الجديدة محافظة القاهرة، رحب كلنا مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك. مدرسة الراهبات الأرمن الكاثوليك تم افتتاح أولى المدارس بالإسكندرية عام 1937، وبالقاهرة الفجالة في عام 1935، ثم انتقلت لموقعها الحالي بمصر الجديدة في عام 1951. تهدف المدرسة للحفاظ على التراث الأرمني واللغة والثقافة لأبنائها. حصلت المدرسة على العديد من شهادات التقدير، وآخرها الوسام الذهبي على مستوى القاهرة كأفضل مدرسة متميزة لعام 2022-2023. كما حصلت المدرسة على المركز الثاني في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للقسم الأدبي لعام 2022. هيمثل مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم فيلينا فيكن. أول مشاركة ليا مع فريقي، تجربة جديدة ممتعة جدا، أنا واثقة فيهم وفي نفسي، إن شاء الله إحنا قد التحدي. فيلينا صلاح. بعد ما تأهلنا للدور ال 16 المدرسة كانت فرحانة جدا، عشان دي كانت أول مشاركة لينا، وإن إحنا نتأهل للدور ال 16 من أول مرة، إحنا استعدينا أكتر ومجمعنا معلومات أكتر، وإن شاء الله نكسب النهاردة. سارة أشرف. أنا النهاردة الفريق معتمد عليا في القدرات الذهنية، وأنا نفسي أجمع أكبر عدد من النقط عشان نقدر نساعد في تطوير المدارس الحكومية عن طريق البنك الأهلي المصري. وكريمة محمد. بعد ما تأهلنا للدور 16، ده طبعا ده دور مختلف عن ال 32، فإن احنا نتعمق أكتر في المعلومات، وإن شاء الله نتأهل للدور الرباني. راهبات الأرمن، الحمد لله على السلامة. سلام حضرتك. وألف مبروك التألق في الماتش اللي فات. فيلينا صلاح، ازيك يا فيلينا؟ كويس. تألقت الماتش اللي فات، جبت كام نقطة؟ 60 نقطة من 215 نقطة، نحقيقها كلنا. أفضل لاعب الماتش اللي فات. احتفلوا بيك ولا لأ؟ لأ. ليه؟ لسه، لما نكمل. نفس الفكر، نحتفل لما ننجز، صح؟ الحقيقة الماتش اللي فات أنتوا كنتوا مبهرين، وانت تألقتي في تحت الضغط. كم إجابة صح؟ 8 من 10. برافو عليكي بصراحة، برافو عليكي. فيلينا، أول مشاركة، إحساسك إيه؟ تجربة جديدة جميلة. أول حاجة أنا عايز أروح للإسم، دايماً بقف عند الأسماء. فيلينا يعني إيه؟ شخص يدعو للخير. الله، الإسم الحلو ده. فيلينا، أنت قريتي 50 كتاب وكسبتي مركز رابع في 2017، وصلت لكام كتاب دلوقتي؟ 80. من 2018 ل 2023 30 كتاب بس، و2017 50؟ ما كانت مسابقة، فبقى حاجة مكثفة. بس اللي قرا 50 في سنة المفروض يكمل بصراحة. يعني ممكن كنت اقرا، بس كنت بقى في المجال اللي انا بهواه، اللي هو يعني الروايات اكتر. يعني
فكرتيني بكلاوديا عاطف، بس كلاوديا عاطف أسيوط مدمنة قراءة، وميار محمد، ميار محمد كانت بتقرا بالمئة رواية. يعني دي أسماء ما أقدرش أنساها. قولوا لي متوقعين إيه من ماتش النهاردة؟ سارة متوقعة إيه؟ يعني متوقعة إن إحنا ممكن نكسب يعني. تحذير شديد اللهجة. ويحيى قال إنه جاي يكسب هو كمان. وماتش النهاردة الحقيقة أنا شايفه إنه متكافئ، لأن النتيجة قريبة ما بينكو، فرق ممكن يكون سؤال واحد في عجلة الحظ. عشان كده ماتش النهاردة مش هيبقى سهل. كريمة استعديته؟ ايه المختلف ما بين الماتش الاولاني والماتش ده؟ الماتش الاولاني كان دور 32، معلومات كنا بنقراها بسرعه، لكن احنا يعني لما طلعنا او اتاهلنا دور 16 ابتدينا ان احنا نتعمق اكتر في المعلومه، نفهم، وخدت وقت. بالظبط. ما بين الحلقه الاولى بتاعتكم والحلقه الثانيه بتاعتكم الفرقتين خدوا وقت، فكان عندهم استعداد ان هم يطوروا من ادائهم كمان. حلو جدا. خلينا نشوف معاكم جمهور عظيم النهارده مالي الاستوديو. مش شايف ان هم بيحييكوا قوي يعني. راهبات الارمن بتمنى لكم كل التوفيق. العباقره مدارس في الموسم ال14 ست فقرات، العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه نبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعة. والسؤال هو: من هي الملكة الإنجليزية التي وضعت صورتها على أول طابع بريد في العالم؟ كرولوس. ملكة فيكتوريا. الملكة فيكتوريا. سنة 1840 كان سعر الطابع ده بنس واحد. اتطرح في مزاد سنة 2021 اتباع بكام بقى؟ ب8 مليون دولار. عشان كده في حاجات كده الواحد لما بيقتنيها ما يضحيش بيها، يورثها. كرولوس طبعا إجابة صحيحة. كرولوس اتفضلوا. طبعا طبعا ليديز فيرست يعني. طبعا بنات هتبتدوا الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. فقرة العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. إمتى الجوكر يا بنات؟ علوم. متفقين يعني. تمام. جغرافيا. والسؤال: ما هي أعلى قمة جبلية في دولة باكستان؟ جبل كيتو. جبل كيتو. ما خدتيش فرصة تتناقشي، مستعجلة ليه؟ سوري. طبعا أسف. كريمة استعجلتي وإجابة صحيحة. ارتفاع 8611 متر، تاني أعلى قمة في العالم بعد إيه؟ جبال إيفرست. أول 10 نقط لمدرسة راهبات الأرمن. عندنا سؤال في الجغرافيا، ايه رايكم هناخد الجوكر امتى؟ ادب ان شاء الله. في الادب. تمام. جغرافيا. والسؤال هو: ما هي اكبر بحيره مياه عذبه بقاره امريكا الجنوبيه؟ ما هي اكبر بحيره مياه عذبه بقاره امريكا الجنوبيه؟ مساحتها 8300 كيلومتر مربع. أعلى بحيرة في العالم على ارتفاع 3810 متر. سؤال مش سهل. كرولوس إجابتك. ألو مين؟ كرولوس إجابة خاطئة. بيصب فيها 25 نهر واتكونت من حوالي مليون سنة. في إجابة؟ ماراكايبو. هي أكبر بحيرة في أمريكا الجنوبية. تمام، بس هي مالحة وعذبة. دي التانية، ولكن الأولى كبحيرة
عزبة. يا صح؟ بجد هارد لك. أنا قلت هي عزبة وملحة فما تنفعش. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. هقول معلومة بعد الاختيارات تركزوا معايا. ماجوري، تيتيكاكا، سوبيريور، لادوغا. على الحدود بين بيرو وبوليفيا. مفروض تستبعد. استبعدت إيه؟ سوبيريور أمريكا الشمالية. تمام. لادوغا روسيا تقريبا. برافو. ماجوري وتيتيكاكا. إيه دي مشكلة بقى؟ هاخد إجابة منهم بزائد 10 أو ناقص 5. إجابتك تيتيكاكا. تيتيكاكا. كرولوس خدت الريسك ب 50-50. إجابة صحيحة. رابع كرولوس استبعدت إن ماجوري في قارة أوروبا. برافو عليك 10 نقط. النتيجة 10-10. راهبات الأرمن تاريخ وسؤال. تولى جوفاني جوليتي منصب رئيس وزراء إحدى الدول الأوروبية 5 مرات، فما هي؟ جوفاني جوليتي تولى الأول وزارة الخزانة وبعد كده رئيس الوزراء 1892 وفضل سنة، بعد كده بقى وزير الداخلية سنة 1903. إنجلترا. ومن 1903 ل 1920 اتولى رئاسة الوزراء 4 مرات. إجابة خاطئة. طبعاً هدية. مين اللي هياخد الهدية دي؟ فضل يا ياسمين. إيطاليا. كريم غلطان. سوري. عارفه ليه غلطانه؟ ليه؟ عشان انت قدامك بازر. ما انا هم قالوا لي حاجه تانية فانا لازم استشيرهم الاول. ف ناخد راي بعض، ولكن لو احنا متاكدين من الاجابه ما نستناش حد. خلاص انت متاكده وكانت عندك الاجابه وقلتي ايطالي من اول لحظه، كان لازم تصممي على رايك. هارد لك، مفيش مشكله، احنا في اول مباراه. طبعا هديه يا ياسمين. ايطالي طبيعي جدا من الاسم من غير مجهود. إجابة صحيحة. 10 نقط. النتيجة اتغيرت 20 الرفعي 10 راهبات الأرمن. الرفعي تاريخ والسؤال. عن أي دولة استقلت جورجيا عام 1991؟ الدولة دي كانت ضمتها 1801 وبعد كده جورجيا أعلنت استقلالها 1918 وبعدين تم احتلالها تاني من نفس الدولة بعدها ب3 سنين. ركز في التاريخ. 1991 حسب ما أنا فاكر كانت قبرص. قبرص. أعجب إجابة ليك في تاريخ اشتراكك في البرنامج. خسارة. ما تتكلمش خلاص. إجابة خاطئة. جورجيا. مين اللي هجاوب؟ أنا هجاوب. جاوب. إسبانيا. 91 إسبانيا. إنجلترا. طيب ولا إسبانيا ولا إنجلترا، وكان 2 غلط. ركزوا في الاختيارات. كريمة طبعا إجابة خاطئة. استقلت في مارس 1991. 4 اختيارات. جورجيا، البرتغال، هولندا، أمريكا، الاتحاد السوفيتي. برتغال. غلط. ده تاريخ تفكك الاتحاد. ده تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي وهم استقلوا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. أنا أسفة، الاتحاد السوفيتي. البرتغال كانت محتلة مين سنة 91؟ مفيش. كريمة ناقص 5 نقط. إجابة خاطئة. عدم تركيز. نتيجة اتغيرت 5 راهبات الأرمن 20 الرفعي. راهبات الأرمن
أدب والسؤال هو قصيدة أو كابتن ماي كابتن هي الشاعر أمريكي فمن هو؟ كتبها 1865 بيرثي فيها إبراهام لينكولن بعد اغتياله من أشهر كتبه أوراق العشب Leaves of Grass أحد أعظم شعراء الحداثة في أمريكا ساعدتك على قد ما أقدر إرنست هيمنجواي دي إجابة إيه؟ مضحكة إجابة عجيبة 1865 إرنست هيمنجواي في إجابة؟ ياسمين ويتمان إجابة مين؟ كابتن برافو عليك إجابة صحيحة ويتمان برافو عليك ياسمين حصنات نتيجة 30 الرفعي الغربية 5 راهبات الأرمن الرفعي حان معاد الجوكر سؤال مش سهل أدب والسؤال هو من هو أول كاتب ألباني حصل على جائزة البوكر الدولية عام 2005 كسبها عن مجمل أعماله اللي اترجمت لحوالي 30 لغة من أشهر رواياته الحصار جنرال الجيش الميت أبريل المكسور من الأسماء المرشحة كل سنة للحصول على جائزة نوبل في إجابة؟ ما فيش إجابة زائد 20 أو ناقص 10 أربع اختيارات يوسف فريوني فرناندو بيسوا إسماعيل قادري حجي جابر استبعدت أنا عارف أنت بتفكر إزاي أنت ما عندكش الإجابة ولكن فكرت واستبعدت استبعدت مين؟ فرناندو بيسوا ليه؟ برتغالي تقريبا برتغالي برافو عليك صح حجي جابر إريتري برافو عليك صح عندك اتنين نفس المرة اللي فاتت يوسف فريوني وإسماعيل قادري يوسف فريوني يوسف فريوني يا كرولوس بناقص عشانات أو زائد 20 نقطة كرولوس إجابة خاطئة هارد لك أنت عارف ليه؟ لأن الاتنين ألبانيين هارد لك فعلا نتيجة اتغيرت 20 الرفعي 5 راهبات الأرمن راهبات الأرمن حان معاد الجوكر علوم والسؤال هو ما هو ثاني أعلى الأقمار كثافة في المجموعة الشمسية الأعلى في الكثافة قمر المشترى آيو ده بقى رقم 2 متوسط كثافته 3,346 من 1000 جرام لكل سنتيمتر مكعب سارة إجابتك ميدوس اسمه ميدوس ميدوس إجابة خاطئة إجابتك أيو أنا قلت أيو أنت ما سمعتش أيو الأول أنا بسأل عن التاني يحيى طبعا إجابة خاطئة ما انتش مركز في المعلومات اللي أنا بقولها أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10 جانيميد قمر الأرض يوروبا فوبوس قمر الأرض أنت كام يا كرولوس؟ 20 طب ليه؟ ليه بتاخد الريسك؟ فيش ليه يا كرولوس؟ فيش توفيق أنه أنتخل منطق لي الإجابة كثافة والأرض كوكب مش من غازات يعني مش كوكب غازي بس فكرت ما درش ألومك كرولوس إجابة صحيحة
برافو عليك، فكر. مش هنحط قمر الأرض في الاختيارات غير لو ليه دلالة. برافو عليك، ذكي، عرفت تخطف 20 نقطة تعوض الريسك اللي فات. برافو عليك. 40 الرفعي، 5 راهبات الأرمن. الرفعي آخر سؤال في الفقرة، علوم والسؤال هو مارستان سيدي فرج من أوائل مستشفيات الأمراض النفسية في العالم، ففي أي دولة عربية تقع؟ مارستان سيدي فرج اللي احنا بنقول عليه مورستان، أسسه السلطان أبو يوسف يعقوب، اتأسس في القرن الـ13 الميلادي، طبعاً لعلاج الأمراض العقلية والنفسية. اعتمدوا المزيكا الهادية وزقزقة العصافير كوسيلة علاج. فين بقى؟ العراق. السلطان أبو يوسف يعقوب في العراق. كرولوس، إجابة خاطئة. سيدي فرج من الاسم. أخد إجابة حالاً. مين اللي هجاوب؟ فيلينا. عمان. فكرتي. بصوا، ما تلوموهاش عشان انتم ما عندكوش الاجابه، فمحدش يلومها. هارد لك، فكرتي ولكن اجابه خاطئه. 4 اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب. دوله المرابطين. مغرب. 10 نقط كرولوس، طبعا المغرب. برافو عليك، إجابة صحيحة. نتيجة اتغيرت 50 الرفعي طنطا الغربية، 5 راهبات الأرمن الكاثوليك مصر الجديدة. محتاجين تهدوا شوية علشان تعرفوا تركزوا. مش عارف ليه في توتر كده، اهدوا. احنا لسه في أول مباراة، اهدوا. اهدي يا كريمة شوي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 55 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 275 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم الـ30 لبرنامج العباقرة، الموسم الـ14 لعباقرة المدارس، ومباراة مهمة في دور الـ16. وهفكركم بالنتيجة. مدرسة الرفعي طنطا الغربية متقدمين 50، راهبات الأرمن الكاثوليك مصر الجديدة 5، ومدرسة راهبات الأرمن عندنا تغيير واحد بس، جولي عماد مكان فيلينا فيكن. ازيك يا جولي؟ تمام الحمد لله. ايه رأيك في أداء المدرسة النهاردة؟ هما عندهم الإجابات بس هما التوتر بس مصر. بص، كل حاجة بتتقال متسجلة عندنا، إحنا عارفين عندهم إجابات إيه وما عندهمش إجابات إيه، كل حاجة عندنا معروفة، ولكن التوتر اللي هما فيه ده مش كويس. ركز عشان نحسن السكور. ومدرسة الرفعي عندنا تغييرين، منة الله حسن مكان آية النحال، ومروان توسن نزل مكان يحيى هشام. ازيك يا مروان؟ ازيك يا مستر؟ اول مشاركه الموسم ده. اول مشاركه. احكي لي اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انا عايز اتصور معاك بعد الحلقه عشان اغير صوره البروفايل الفيس، ما غيرتهاش من السنه اللي فاتت من ساعه ما اتصورت مع حضرتك. طب بقول لك ايه، تعالى اجي. تعالى جنبي. هنا على طول يا سليم. فين سليم؟ تعالى يا سليم ناخد صورة سوا. بس كده؟ ده من داخل الحلقة كمان، يعني مش أي صورة. حبيبي يا مستر عصام. يلا جود لك. ازيك يا منة؟ ازي حضرتك يا مستر؟ أنا كويس الحمد لله.
نازله مطمنه شويه؟ شويه مش قوي. مبسوطه من اداء الفريق النهارده ولا ايه؟ مش احسن حاجه بس. اه كرولوس متوتر النهارده على غير العاده. قلت له حسدناه باين علينا ولا ايه؟ ليه يا كرولوس؟ بس مش عايز احس بس ان انا يعني قصرت في حق الفريق بس. ما يوقع الا الشاطر. انت جايب كام نقطه من 50؟ ما عدتش بصراحه. احنا بقى عدينا. انت جايب 30 نقطه من 50. بالعكس هو عمل عليه زياده. ولكن هو النهارده انا شايفه متوتر زيه زي راهبات الارمن بالظبط. ان شاء الله بقى الماتش يبقى احسن. فين ابتسامه كرولوس؟ موجودة. ايوه كده بالظبط. يلا ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. فقره المعرفه اربع اسئله. معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. اول اثنين ياسمين وجولي. جولي وياسمين. سؤال في المعلومات العامة. والسؤال هو: في عهد أي حاكم لمصر صدر مرسوم بإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1932؟ 32 كان مين؟ أسسوا 20 عضو للحفاظ على سلامة اللغة العربية. للحفاظ على سلامة اللغة العربية وتطويرها لتواكب الحضارة والفنون والعلوم. الملك فؤاد الأول. الملك فؤاد الأول، إجابة صحيحة، برافو عليك. اتأخرت يا جولي، برافو عليك. اتعقدت أول جلسة في يناير 1934. 60 الرفعي، 5 راهبات الأرمن. سؤال مش في الكورة يا كريم، علشان بس إيه؟ عارف يبقى تكافؤ فرص يعني. رياضة، والسؤال هو: أحرز عبد الواحد عزيز الميدالية الأولمبية الوحيدة في تاريخ العراق بإحدى الرياضات حتى عام 2023، فما هي؟ رفع أثقال. ايوه رفع اثقال، انا متاكده. لا ايوه. طب ميداليا ايه؟ مش فاكره والله. لا مش فاكره، انا ذاكرت العراق، هو فيها واحد بس انا حفظته بس. الله عليك، اجابه صحيحه. في اولمبياد روما سنه 1960 الميداليه البرونزيه. الحمد لله. رفع 380 كيلو جرام. ما تعمقتش الصراحة. 15 راهبات الأرمن، 60 الرفعي. تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي شركة التكنولوجيا التي استحوذت على منصة التصميم وورك فرونت عام 2020؟ جوجل. ما فكرتيش، لأن احنا بنقول منصة تصميم. للأسف الشديد إجابة خاطئة. مقابل مليار ونصف دولار من خلال المنصة بيتم وضع خطط تسويقية عليها أكتر من 3000 عميل وأكتر من مليون مستخدم. مايكروسوفت. أدوب. برافو عليك، أدوبي طبعاً. تصميم منا، إجابة خاطئة. السؤال اللي جاي سارة وكرولوس. كرولوس وسارة، قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية. 960 على 5 في 3 ناقص 144 يساوي كام؟ فاد 396. إجابة خاطئة. مستعجل ليه يا كرولوس؟ هديكي وقتك. سارة للأسف الشديد مش هقدر أديكي وقت أكتر من كده. أنتي توترتي و ما تكملي إجابة السؤال. مالك ومال كرولوس؟ هو بيجاوب، أنت مالك؟
كملي. استعجل ليه بقى؟ ممكن افهم؟ كام؟ اجابه السؤال ده كام؟ انا هسيبك تحل سؤال تاني. 432 بالظبط كده. شوف انا عارف ان انت هتاخد كام ثانيه زياده وهتحله صح. شكرا يا كرولوس، اتفضلوا. النتيجه في نهايه الفقره 60 الرفع طنطا الغربيه، 15 راهبات الارمن الكاثوليك مصر الجديد. ودلوقتي مع الفقره الثالثه، فقره الف نون. الف نون. فقره الفنون اربع اسئله: سينما ومسرح، اغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعه البديهه. اسئلتنا هتعتمد على السرعه. السرعه ليكم انتوا الثمانيه. سينما ومسرح، والسؤال هو: من هو مخرج فيلم إبراهيم الأبيض؟ ياسمين إجابتك؟ مروان حام. مروان حامد إجابة صحيحة. برافو عليك ياسمين. بطولة أحمد السقا، محمود عبد العزيز، هند صبري، وعمر واكد. 70 الرفعي، 15 راهبات الأرمن. أغاني موسيقى، والسؤال هو: بلا ما نحس هي أغنية المطربة لبنانية معاصرة، فمن هي؟ كيف لي أن أشفى من حبك؟ أشهر حاجة ليها. أصل ده مش تخمينة، ده مش سؤال، تخمينة. فيروز؟ أكيد مش فيروز. إجابة خاطئة. ده مش سؤال هيتخم. بلا ما نحس من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان. لسه؟ أنت عارفة إنها غلط أصلا. طبعا يا ياسمين إجابة خاطئة. جوليا. عبير مين؟ عبير نعمة. اسمعوها هتعجبكم جدا. لوحات ومعالم، والسؤال هو: نافورة الملك فهد هي من أعلى النافورات في العالم، ففي أي مدينة سعودية تقع؟ أنا دوست هو مدرسة. لا اتأخرت. أنا دوست هو مدرسة. هقول لك اللي حصل. أنت بتحاولي تدوسي قبل ما البازر ينزل. يا رب. هاخد إجابتك وهروح له. أنا حاسس إنها تبقى غلط. عشان الإجابتين مش هيبقوا زي بعض، أنا عارف. أنا حاسس إنها تبقى غلط. إجابتك. جد. خليها عندك. كان عندك إجابة تانية؟ لا بس هي أصل سارة اللي كانت بتحاول تدوس على البازر. لا هي لا مش فاكرة. سارة جدة. إجابة صحيحة. اتبنت من 1980 ل 1983. سرعة ضخ المية 350 كيلومتر في الساعة. 80 الرفعي، 15 راهبات الأرمن. السؤال اللي جاي سؤال دمه خفيف جدا، في كل الأعلام، يعني على الشاشة هيبقى عندنا 9 أعلام، والـ9 أعلام دول ألوانهم قريبين من بعض، فما حدش يستعجل لأن السؤال محتاج حد بيعرف في الأعلام. سرعة البديهة، والسؤال هو: ما هو الرقم الوحيد الذي يعبر عن علم دولة بأمريكا الجنوبية في الصورة؟ 8. فنزويلا. كريمة. هي أنا كنت أقول حاجة تانية. خليها عندك. مروان 8 فنزويلا. 8 نجوم. إجابة صحيحة. عاصمتها هي مروان. كاراكاس. برافو عليك يا مروان. 10 نقط. النتيجة 90 الرفعي طنطا الغربية، 15 راهبات الأرمن الكاثوليك مصر الجديدة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة.
وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 250 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 525 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس الموسم ال 14 مباراة مهمة في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. الرفعي طنطا الغربية 90، راهبات الأرمن الكاثوليك مصر الجديدة 15. تغيير واحد في راهبات الأرمن، فيلينا فيكن رجعت مكان جولي عماد. وتغيير واحد في مدرسة الرفعي، يحيى هشام رجع مكان مروان توسن. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. فيلينا وياسمين، ياسمين وفيلينا. ياسمين هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، تفضلي. فيلينا تفضلي مكانك. مين اللي دربك على تحت الضغط؟ أنا كنت بتفرج وقعد أسأل نفسي. محدش دربك في الفريق؟ لا بجد؟ كنت بختبر نفسي في الحلقات يعني. طيب وعملتي كويس؟ أو كويس. الأسئلة مش صعبة، محتاجة شوية تركيز مش أكتر. نطمن على ياسمين. تمام. تحت الضغط كاونتر. إلى أي دولة آسيوية تتبع جزيرة سومطرة؟ اليابان. غلط. أديب إنجليزي مؤلف كتاب الحنين إلى كاتالونيا، فمن هو؟ تشارلز ديكنز. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة الفلبين بجانب الفلبينية؟ باس. من قامت بدور عايدة في مسلسل لمس أكتاف؟ باس. من هو قائد القوات الصليبية في معركة المنصورة عام 1250؟ باس. كم عدد النجوم على علم دولة سورينام؟ نجمة صفرة واحدة. برافو عليك، صح. يقع أكبر جزء من نهر أورنج بإحدى الدول الإفريقية، فما هي؟ تنزانيا. غلط. كان صديقي أغنية الفنان عربي معاصر، فمن هو؟ هارد لك هارد لك هارد لك. إجابة واحدة من 8، تفضلي. هارد لك يا فيلينا. معلش هارد لك سليم. عايزين ياسمين تنضم لينا، هنشوف ياسمين هتعمل إيه. ياسمين تعالي مكاني. عايز تعرفي إيه اللي حصل؟ لا. طيب أنا قلت 8 أسئلة من 10، أسئلة مش صعبة محتاجة شوية تركيز، اتفقنا؟ تحت الضغط كاونتر. إلى أي دولة آسيوية تتبع جزيرة سومطرة؟ إندونيسيا. صح. أديب إنجليزي مؤلف كتاب الحنين إلى كاتالونيا، تشارلز ديكنز. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة الفلبين بجانب الفلبينية؟ إنجليزية. صح. من قامت بدور عايدة في مسلسل لمس أكتاف؟ علاء مطوع. صح. من هو قائد القوات الصليبية في معركة المنصورة عام 1250؟ صح. كم عدد النجوم على علم دولة سورينام؟ 4. غلط. يقع أكبر جزء من نهر أورنج بإحدى الدول الإفريقية، فما هي؟ إفريقيا. صح. كان صديقي أغنية الفنان عربي معاصر، فمن هو؟ كاظم الساهر. صح. حمد الإسكوربيك هو اسم أحد الفيتر. برافو. ملحقتش أقول السؤال التاسع 6 إجابات صح. حمض الإسكوربيك هو اسم أحد أنواع الفيتامينات. فيتامين بي؟ لا، فيتامين سي، فما تزعليش. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. السؤال الثاني، الحنين إلى كاتالونيا. جورج أورويل. مش لتشارلز ديكنز، لجورج أورويل. هو سؤال واحد بس، لأن أنتوا جاوبتوا مع بعض على 8 أسئلة وأنا قلت إجابة السؤال التاسع. 6 إجابات من 8، إجابة واحدة من 8. كلنا نحيي فيلينا وياسمين، ياسمين وفيلينا، تفضل. النتيجة طبعاً اتغيرت، ومدرسة الرفعي بتهرب بالمباراة. الرفعي كنتوا 90 وكم إجابة صح؟ 6. وعشر نقطة دي بقيتوا 130. راهبات الأرمن كنتوا كام؟
15 وإجابة واحدة بس صح، بقيته 20. طبعاً الفقرة اللي جاية لو كسبته ضربات الجزاء المباراة اتحسمت 20-25-45، نحسن السكور شوية. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ياسمين وفيلينا تفضلوا، فيلينا وياسمين، وهنشوف مين اللي هيحرز الهدف الأول. السؤال الأول، فنون، من هي الفنانة التي قامت بدور قمر في مسلسل بين السرايات؟ بطولة باسم سمرة، سيمون، روجينا، سامي العدل، وأيتن عامر، مين بقى؟ ياسين أمين. الهدف الأول، هدف بلا مقابل، برافو عليك يا ياسمين، هدف بلا مقابل. السؤال الثاني، كرولوس وفيرينا، فيرينا وكرولوس، محتاجة تتعدل. السؤال الثاني، جغرافيا، بندر سيري بجوان هي عاصمة إحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ سريلانكا. غلط، كنت بتحاول تدوس على البازر. إجابة خاطئة، كنت بتحاول تدوس على البازر وإجابته غلط. إجابتك أوزبكستان. أوزبكستان. تاشكند. بروناي. طيب أيوة هي بروناي يا كورولوس. طبعاً إجابة خاطئة، مستعجل قوي والسؤال محتاج تفكير كم ثانية. عاصمة مش سهلة. السؤال الثالث، سارة ومنا، منا وسارة، منا لو جاوبت صح اتحسمت المباراة، سارة محتاجة تتعدلي علشان يفضل الأمل موجود للسؤال الرابع. السؤال الثالث، معلومات عامة، إحدى دول الشرق الأوسط تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم حتى عام 2023، فما هي؟ تركيا. تركيا. تركيا ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. إجابة خاطئة، مش هقولك أي معلومات. مصر. مصر ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. الأولى روسيا 24%، إيران الثانية ب 17%، وقطر الثالثة بحوالي 12.5%. طبعا يا منى إجابة خاطئة، إيران هي الإجابة الصحيحة. كريمة ويحيى، يحيى وكريمة، كريمة فرصتك الوحيدة إن أنت تجاوبي وتتعدلي، لو اتعدلتي هنلعب على الهدف الذهبي. السؤال الرابع، أدب، عالم ليس لنا هي مجموعة قصصية لأديب فلسطيني راحل، فمن هو؟ محمود درويش. محمود درويش شاعر. إجابة خاطئة، 1965، 15 قصة بتدور حوالين المقاومة والنضال ضد الاحتلال والغربة عن الوطن. وإيه مذكرة؟ أديب فلسطيني مشهور جدا. ساهر. لا مش فاكر. غسان. مش فاكر صح؟ إجابة خاطئة، غسان إيه؟ كنفاني. غسان كنفاني. 25 نقطة لمدرسة الرفعي، ألف مبروك التأهل لدور الثمانية. رابات الأرمن، أداءكم الماتش الثاني مش زي أداءكم في المباراة الأولى بالمرة، هارد لك، واضح إن أنتوا مركزتوش قوي بعد أداءكم في المباراة الأولى، فرق المستوى كبير جداً جداً واضح ما بين أداء المباراة الأولى وأداء المباراة الثانية، هارد لك، ولكن العباقرة مش سهل، لازم نحافظ على
أدائنا في كل الماتشات عشان نعرف نكمل البطولة. نحيي كلية مدرسة الأرمن. الرفعي الماتش اللي فات كان مستواهم أحسن من كده بكتير، ولكن مذكرهم معقول 155 نقطة مش قليل. راهبات الأرمن في المباراة الأولى غير راهبات الأرمن في المباراة الثانية، فرق المستوى مش طبيعي. أسئلة كتيرة سهلة طارت منهم، ولما بتطير الأسئلة السهلة ده بيوتر أي فريق أكتر. الهدف الأول. في توتر في كذا موقف ده يعملني الهدف الثاني بضربات الجزاء، وان شاء الله اقدر اتدارك الاخطاء دي في الماتشات الجايه باذن الله. انا كان عليا ضغط اني اسجل النقطه الاولى في ضربات الجزاء، بس للاسف من كتر التوتر ما قدرتش اسجلها وضيعت الامل في اني اتاهل لدور التوالي. محتاجين يبقوا اهدى من كده، يبقى عندهم ثقه في نفسهم اكتر من كده علشان يعرفوا يكملوا في البطوله. خلينا نشوف عجله الحظ هيبقى رايها. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 350 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 875 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس الموسم الـ14 مباراة في دور الـ16، وهفكركم بالنتيجة. الرفعي طنطا الغربية 155، راهبات الأرمن الكاثوليك مصر الجديدة 20. وألف مبروك للرفعي تأهلكم لدور الـ8. برافو عليكم. وهارد لك لمدرسة الأرمن برضو، نحييكم. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال لوسيندا. لوسيندا سامح. لوسيندا، والسؤال الأول، وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا لوسيندا. رياضة. سؤال في الرياضة. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ لا 20. 20. 20. أنا بفكر 20. رياضة، والسؤال هو: ما هو المنتخب الأوروبي الفائز بكأس العالم لكرة السلة رجال عام 2023؟ كسبوا في النهائي صربيا 83-77، كانت أول مرة في تاريخهم. إجابتك؟ ألمانيا. صح. ألمانيا إجابة صحيحة. بقول لك إيه يا كريمة؟ مش قادرة. بصي، أنت تتخصصي في الرياضة، يعني برافو عليك. أنت عارفة إن 30 نقطة من الـ40 رياضة؟ برافو عليك. 40 راهبات الأرمن، 155 الرفع الرسمية. يوسف الفوال، تفضل يا يوسف. سويتش، ايه رأيكم؟ تحبوا يتسألوا فيه؟ أولمبياد. ده تخصص كمان مش رياضة، أولمبيكس. عايزة أولمبيكس. كريمة مركزة في الأولمبيكس. هنسأل في الرياضة ولكن مش أولمبيكس. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20. رياضة، والسؤال هو: من هي أول مصرية تحصل على بطولة قطر المفتوحة للسكواش عام 2023؟ فريش.
المباراة دي استمرت 84 دقيقة. كسبت كام؟ 3-2. نوران جوهر؟ نوران جوهر ما كانتش في النهائي أصلا. طبعاً يحيى إجابة خاطئة. بما إن المباراة حسمت فأنا هسهل لك المأمورية. اسمها حاجة تانية؟ سيئة. المباراة كانت بين نور الشربيني تانية. والتانية التانية دي أنا بحاول أفتكر اسمها. والتانية دي البطلة كانت طلعت مع الشرباجي في حاجة ثانية اسمها هانيا. هانيا إيه؟ هانيا إيه؟ لا لا كريمة اسمها هانيا الحمامي. الحمامي أيوة يا أخ. يا سلام يا أخ والله. نفس البطولة والله. يعني قلت لك الفيرست نيم وبرضه مش عارفة. كان أخوها أو ابن عمها متصنف معاه. ابن عمها حاجة كده والله كان فيه الحمامي أنا أسف. نحيي البطلة المصرية هانيا الحمامي وطبعاً نحيي نور الشربيني كان نهائي ملحمي. السؤال الثالث ملدي. تفضلي يا ملدي. ملدي ممدوح. هنشوف ملدي ممدوح والسؤال الثالث موضوع السؤال ايه؟ سويتش مدرسة الرفع من حقكم تختاروا موضوع السؤال تحبوا يتسألوا فيه. علم ان شاء الله. علم. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30. دوسوا على البازر. أربعين و30 70 تفرق. علم والسؤال هو جغرافيا. كاساي هو من أطول روافد أحد الأنهار بقارة إفريقيا فما هو؟ الرافد الرئيسي الجنوبي للنهر ده بطول 2150 كيلومتر. سارة إجابتك أورنج. أورنج. أورنج طبعاً إجابة خاطئة. نهر إيه؟ منا؟ كونغو. نهر كونغو ب30 نقطة إجابة صحيحة. برافو عليكم. 185 الرفعي 40 راهبات الأرمن. السؤال الرابع مريم حجازي الرابع والأخير. تاني سويتش تاني. تحبوا تسألوا فيه؟ علم. علم. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30. سؤال ب30 نقطة. علم والسؤال هو تاريخ. حاول ماكسيم برونري اغتيال أحد رؤساء فرنسا عام 2002 فمن هو؟ 14 يوليو 2002 ماكسيم ده من النازيين الجدد وحاول يقتله ببندقية آلية ولكنه أخطأ الهدف. كرولوس إجابتك شارل لافرا. إجابة خاطئة. ده ملعبكم. ده ملعبكم. مين بقى؟ أخد إجابة حالا. إجابة مضحكة بس إيمانويل ماكرون. ما بمسكش أنا عارفة. أنا عارفة ماكرون أكيد. إجابة خاطئة. دلوقتي الرئيس الحالي عارفين. أنا عارفين. 2002 ما عارفين. ما احنا قلنا يمكن جاك. مين؟ جاك شيراك. بالظبط كده يا ياسمين. جاك شيراك يا ياسمين. طبعا يا كريمة إجابة خاطئة. خلينا ندوس. الإجابة الصحيحة زي ما ياسمين قالت جاك شيراك. النتيجة في نهاية المباراة 185 الرفعي طنطا الغربية 40 راهبات الأرمن الكاثوليك مصر الجديدة. أفضل لاعب في ماتش النهاردة ياسمين مازن ب80 نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 225 نقطة.
وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 1,125,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 9,560,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. بنات الأرمن هارد لك، ودعتوا بطولة، ولكن احنا مبسوطين جدا ان انتوا كنتوا معانا. فريق الرفعي ألف مبروك، تأهلتوا الدور الستاشر، خطوة كمان نحو تحقيق الحلم. تحية كلها مدرسة الرفعي طنطا الغربية. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية